أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان، يكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملت، ولكن بشرى للمؤمنين. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحمد لله، المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير. ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم، يكلم الله كل عبد مؤمن، يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.